لحدش ودرجين على اي اف ام صباح الخير تونس اهلا وسهلا بكم من جديد المشوار يتواصل حتى نص النهار كل عام وانتم حايين بالف خير اليوم الفاتح من محرم 1443 يا حاتم بالحاج موجود سفيان <applause> <applause> <صفيق> بن حميده كالعاده انس بن مالك موجود معنا ونستقبلو ضيفنا اليوم الضيف الثاني معنا اليوم الاستاذ رضا بالحاج المدير التنفيذي لحزب امل اللي يضم كل من سلمى رقيق نذكره وكذلك لومي رقيق طبعا وبرونزي سي بالحاج سي بالحاج تنعرفوا علاش من بعد لنا <applause> السيلة اللي بيناتكم بالضبط آه ما هذاك السر إلى مش سياسيه سي رضا بالحاج طبعا <applause> كذلك سيد احمد نجيب الشابي موجود في حزب أمل وانت المدير التنفيذي للحزب اهلا وسهلا بك نذكر انت شكرا لك وشكرا فهم على الاستضافه شكرا ليك من القاده من المؤسسين الى تونس كنا نسميه لو براد روام تعال الباجي قائد السبسي الله يرحمه الراحل الرئيس الراحل وكذلك كنت انت رئيس ديوان طبعا في الرئاسه لمده طويله آه. وحساسه آه عام ونص وفتره كانت حساسه جدا انا ذاك سيدي معك بيان على المستجدات اهم التطورات اليوم في البلاد لكن قبل وحديث الساعه هل منع ذي اللي قاعد صاير على الناس اللي اس دي في شيء واللي عنده منع اداري واللي لازم تصير عليه استشاره قبل ما يغادر البلاد انت استاذ انت رجل القانون قبل كل شيء أه ساعة انتي معني يقولوا السياسيين الكل اللي تقلدوا مسؤوليه ولا مناصب في الحكم من ستين سنه أيه. لليوم ممنوعين الحقيقه انا ما جربتش ما مشيتش للمطار دونك ولا نتصور موجود منين البرونزاج مال؟ البرونزاج <applause> بحكم نسكن في هذا الشط في سليمان السكن العادية هكا نعوم في الشط لكن, لكن كان يمكن زاد الشبهه بين الظفرين تسميته مستشار للمشيشي يمكن هذا يخليك تتصدر قائمه من قائمة اكس فيتور مستشار لهشام المشيشي وسقط التعيين يوم 25 سيدي كنت ماشي مباشره للقصبه هو حديث انا موقع حتى حديث مباشر مع سي مشيشي وقع حديث عندها مده في تبادل اراء لكن الحكايه اكثر منها تداولتها الشبكات الاجتماعيه اكثر منها حاجه رسميه, رسمية. مصدرش في الرقد الرسمي لا لا ما, حدا ما ما, تجاوزش لا انا وقع العار ايش قال البيجي لا العطيت العتيد ولا <applause> لا, لا, لا هي خرجت في الفيسبوك وفي في الواحد ما ما ثمش حاجه دو كونكريت فما مشاورات صارت هاني قلت لك وقع اللقاء, اللقاء من رمضان مع المشيشي تبادل الاراء حول الوضعيه ووقفه غادي هذيك استنبطوا منها بعض الاطراف انه باش يقع تسميه لكن ما حتى مره حديث حول التحاق بديوان بي... وحتى في الفيسبوك ما كانتش معناها ناس تصفق ولا فرحانه بال... بش تفسر اللي يمكن استعملوها خصوم المشيشي معناها يزيدوا يضعفوها اكثر هو هو الحكايه كما قلت لك ما, ما عندهاش اساس صحيح ولا والمشيشي هشام المشيشي في الفتره نتاعو الكل ما دخل حد براتيكمون ليكيب اللي لقاها في في القصبة قعد يخدم بها الاخر وربما من الخلافات مع النهضه والحزام السياسي هو المشكله هذه نتاع دونك الحكايه ماهيش جديه لدرجه انه قاع النقاش فيها مباشره كما قلت لك لقاء قبل شهرين من من رمضان حول مواضيع عامه تبادل الاراء لا اكثر ولا اقل اللقاء هذاك استنبطت منه بعض الاطراف انه باش بش يقع تعزيز الفريق في القسمة. ولو تم الانتداب هذايا في الحقيقة انتدابات كانت تقريبا بعدد معقولة سبعة مستشارين جدد تسميوا في عهد المشيشي ما تسمى هو شكون تسمى تسمى عدد كمان محترم من المستشارين المهم اليوم نرجع للحديثة الساعة كذلك طبعا إجراءات 25 جويليا وتبعتها نحكي معك على موقف الحزب أمل ورئيس سيد أحمد نجيب الشابي اللي يعتبر أنه هذا انقلاب في الايام الاولى من الاجراءات 25 من ثم رأوا انه حزب الامل بدا نوعا ما يعدل في الموقف نتاعو اليوم الحديث على الانتخابات مبكره وانتم دعيتوا في بيان لكم لتنظيم استفتاء شعبي وتغيير نظام الحكم الى رئاسي وجرى طبعا الانتخابات المبكره في مش في بيان الحزب هذا موقف سي نجيب الاستفتاء وتغيير النظام الى رئاسي مم. مش في بيان الحزب لكن هو رئيس الحزب اي باش ثم ثم بعض التباين نتفق مع سي نجيب في انه هذا الاساسي انه اللي وقع نهار 25 جويلية خارج الدستور ما نجموش نقولوا انقلاب ولا لا؟ نقول لك انقلاب انا برميل الاولانيين قلت ما يحدث انقلاب هو في نص ساعه المواليه في نتاع نتاع الحوار اللي قدمه سي سعيد الرئيس العمليه خارج الدستور ما نجموش نحكيه على الفصل 80 اللي اللي معروفه الشروط الشكليه والشروط الجوهريه اللي ماهيش متوفره لا وقع معناها بيان شنو هو الخطر الداهم شكون اللي عطل دواليب الدوله ثم اللي القرارات اللي تخلي العمليه خارج الدستور هي ايقاف معناها اعفاء رئيس الحكومه وتجميد البرلمان تجعل لا ديمارش من الاول اور نجم نجمو قيموها باهيه مش باهيه كذا لكن ما نجموش نقولوا راهي آه في اطار الدستور ولا في اطار الفصل 80 ما بني على باطل فهو باطل انا اعتقد الديمارش غلطه وما هيش باش توصل برشا بعيد لانها خارج الدستور واللي اللي تبناه طيله العشر سنوات هذيه وكل بالنواقص نتاعو بالسلبيات نتاعو ما نجموش اليوم نعملوا تابل راز حتى وان البرلمان فيه المشاكل هذه حتى وكان عندنا اغلب معناها لي لكل حركه النهضه في استعمالها البرلمان في كذا في كذا ما ما يمكنش اليوم بقرار احادي يتم تجميد البرلمان وعدم العوده ليه يمكن نقبلوا انه شهر يتجمد في حالات قصوى وثم الكوفيد وثم لكن ايقاف العمل بالدستور ايقاف البرلمان هذا مش مقبول وخصوصا مم. لما السلط بين يد... معناها ايادي واحده رئيس الجمهوريه اليوم يتمتع بجميع السلطة السلطات التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه فيها اخذ ورد قال من الاول وبعد تراجع دونك هذه الخطوره اليوم خطوره ان خرجنا من للنون دروا وهنا نجيك للقرارات نتاع المطارات نتاع الاقامات الجبريه اللي اللي في معناها اغلبها ماهيش قانونيه لانه القانون نتاع 78 واضح في في هو غير دستوري ولكن حتى نفرض يلزمنا نطبقوه لانه ما ثماش غيره فيه اشكال سيدي هكا يقولوا البعض بما انه الشعب هو اللي الفض الطبقة السياسية ولا المنظومة الحاكمة بصفة عامة انتم اليوم تحاولوا هكا تسترجعوا ولو بصيص ولو جزء صغير من مكتسباتكم من نفوذكم نوعا ما من تموقعكم السياسي في الحياة العامة هذا علاش يخليكم تكونوا على المواقف هذي. لكن القرار الأحادي اللي يخذه رئيس الجمهورية ينجم يكون نابع زاد عن, زاد عن إرادة شعبية الإرادة الشعبية ظهر لي هي تعلو فوق كل الاعتبارات انا ما نوافقكش في هذا الاراده الشعبيه هو عنده برنامج في حوار من قبل الانتخابات في جريده اسبوعيه قال برنامجه ما يمنش بالاحزاب بالجمعيات بال بال, بال... حتى بالنقابات حتى بال... بالمجتمع المدني عنده تمشي خاص لكن هو وقع انتخاب وفي منظومه دستوريه معينه ما يمكنش اليوم بعد وقع انتخابك في منظومة دستورية مهما نجم نقولوا عليها ناقصة مش مكتملة فيها وعليها لكن احترام المنظومة نجم تقدم مشاريع قوانين باش تغيرها باش تدخل الاستفتاء لكن احنا ماهيش مسألة استعادة نفوذ ولا مسألة مبدأ انه ثمة منظومة قانونية ودستورية ما نجم نتحركوا كان في داخلها اذا كان وسيله ام غايه هل منظومه هل ترسانه القانونيه في حد ذاتها حاتم هو, هو بنحب نرجع على اراده الشعب 2014 اراده الشعب حطتكم الاولانيين وبرشا دي فوت لو فوت يوتيل ايتي اونتي انتم تحالفتم مع النهضه ظهر لي النقطه هذيك وانت كنت في قلب القرار السياسي سمحني سامحني وحاتم بالحاج انت شخصيا رضا رضا حتى رضا حاتم بالحاجة. شخصيا قلت <applause> <ما دلوقتي. رضا تصفيق> انت شخصيا كنت من الناس اللي دافعوا برشا على التقارب بين النداء والنهضه مش ح... ما نفسر لك ما نقول لك شيء لا لكن نفسر لك شوف عام 14 الـ 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 الساعة هو وقع التقارب ولا الحوار بين النهضة والنداء الباجي و... وراشد الغنوشي قبل قبل الانتخابات وربما باش نجيوها حتى الفتره هذه في الازمه نتاع 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 الاعتصام الرحيل واللقاء الاول اللي وقع تفكيك الازمه ثم اللي معناها مش تفكيك لكن انا راها هذيك الازمه السياسية كبيره استطاعوا باش باش يفكوها وباش وصلنا للانتخابات وعملنا في دروت اللي ربما وانا مقتنع في المرحلة هذه باش نجيو للحوار ونفس الحل باش يقع كما الفترة هذيك هذايا في الفترة هذيك جات الانتخابات في الانتخابات اللي ستة جاب 86 والنهضة ايش وستين 67 الحكومة الاولى وانت تعرف سفيان الحكومة الاولى اللي, اللي وقتها حكومة يقولوا حكومة رضا بالحاج ما فيهاش ماشي هو خطا هي حكومه حبيب السيد الاولى اللي قعدت 48 تور 48 تور ما فيها حتى نهضه قالوا حكومه يسار وتذكر هذه بعد ما امكنش تمريرها لانه جينا نحسب ونلقاو 108 ولا 109 و110 معناها فيها ريسك محمد الهمامي قال لي قال افاق افاق تونس افاق تونس دونك وانا وقتها مع الرئيس الرئيس سعى باش تكون ما تكونش فيها النهضه الاولى الحكومه الاولى لكن بعد كيف وقع العجز على تمريرها بعد ما قمنا باتصالات مع الجبهه الشعبيه رغم لي موقف الجبهه من الاول راهو مش من الاول قالت ما ندخلش موقف مبدئي وقتها وقع التراجع والباجي اشترت باش تشارك بوزير واحد حتى بعد بلوكات الامور وكل قلنا نزيد نزيدوا كاتب دوله قال قال لا وزير واحد دونك الموضوع ماهوش بال بال معناها مش كيما يتصور مشينا مع النهضه في الفتره هذيك لكن دخول النهضه معناها بكثافه في الحكومه وكل بعد خروج حكومه حبيب السيد وقدوم حكومه يوسف شا. وقتها وقع التقاسم الحقيقي اما ال ال ادخال النهضه في الحكومه الاولى كان بلوتو اكراهات نتاع نتاع الحكم بوزير واحد دونك الـ الـ لكن نرجع لموضوعنا الباجي قايد السبسي والنداء بمشاكله بتصدعاته احترم الشرعيه طيلة اربع خمسه سنوات انت تتصور الباجي قايد السبسي مشكله من الاول انه النظام هذايا ما يكفلوش السلوحيات باش ياثر في, في السلطه التنفيذيه وكل لكن عمره ما 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 ما, ما حاول انه انه يغيرها من خارج المنظومه يعتبر وكان جاي حي البيجي قايد سبسي تو زعما يقبل اللي صار ولا ما يقبلش اما هو كان مشروعه زاد الرئاسة وكان يحب ينفرد بالقرار باش يصلح كان هو معناها دافع على مشروع رئاسي الحكم يولي رئاسي رئاسة قوية لكن كان هو محذر مشروع قانون بمبادرة رئاسية يتعدى عبر المنظومة واذا كان عنده اغلبية هذا هو اما اليوم نجي تو بربي نحب نفهم أنا. خارج الطريق اذا كان باش يقول الرئيس باش نوقف العمل بالدستور اخي عمليه بسيطه هذه هذه البلاد البلاد ما عادش تقوم منها اذا هو كان هو تكييف لرئيس أه الجمهوريه الحالي يقول أه لك انا انا هي هذا تاويلي في غياب المحكمه الدستوريه اللي انتم في تعطيل تركيزها كذلك راهو اليوم انا أول كي مره صالح للبلاد وخاصه انه فما استجابه لاراده شعبيه واضحه وفي نفس الوقت لتعفن وازمه عامه وعارمه في البلاد يعني في الحقيقه سيدي طبعا رايك محترم إيه جدا إيه لكن إيه في إيه الحقيقه إيه اللي صاير إيه في البلاد تو إيه من 10 سنين إيه راهو الناس الكل اجمعت اللي راهو مش معقول اللي راهو وصلنا سيء للهاويه وطحنا راهو الناس ما عادش قادره معك. تاكل راهو الناس ليك ما عادش قادره اليوم تعيش متفق تحت معك. سقف واحد لكن زاد المكتسبات نتاع الحريه نتاع هاك موجود بحذانا وين الحريه الغايبه هاك موجود تحكي شكون توقف شكون تشد فماشي رصاصه خرجت توا معناها تقول من التهديدات القادمه انت على عين ]نا المؤشرات توقيف مؤتمر حزب آه المنع نتاع الحزب الحر الدستوري البارح حكايه المطارات اذا كان راهو بطبيعه البشر اذا كان يلم السلطات الكل بين يديه باش يمشي فير الديريف اوتوريتير معناها انيفيتابلمون اه اللي عملناه ثم نواقص نظام هجين لكن 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 نهار 25 جويليا ما كانش ما كانش عادي انه حد يسعى الى ايقاف ترذيل المشهد السياسي بشكل اللي كان عليه ولا صحيح. كنت تتصور انه ممكن تتواصل الامور هكاك شوف الترذيل عنده ع... لا لا, ع... لا, 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 لا الشيء اللي صاير في المشهد السياسي العام وفي البلاد وفي تعطيل الحكومة وفي ذا تتصور أن كان ينجم يتواصل سفيان المسؤول راه زاد من بسطوش الامور لا اذا كان رئيس الجمهوريه تبع مبادره الاتحاد من الاول نتاع الحوار زاد كنا نتجنب الوضع هذا اذا ك... ممتاز لكن هذاك الجو... وشفنا الحوار الرئيس... اعطاه اعطاه حلول سياسيه سيد الحاج ليه. ما اعطاش حلول اجتماعيه اقتصاديه الاتحاد كان طالب معناها حوار حول ارضيه ومعناها الناس اللي خرجت يوم 25 يعتبروا في جزء منهم انه الاتحاد اصبح جزء من المشكل مشكل اه من الحل لا الاتحاد على راس نوعين وما نعطيش اه موقفي الشخصي لانه موالي شويه لكن لي. نحكي على حقيقه الاوضاع وقع وهوني نحكي على افعال سياسيه واضحه الناس قالت كفايه المنظومه الكل لبنات البلاد تعفنت حقيقه سيدي فما الناس تحب تعيد انتاج نفسها من خلال طبعا خلينا نقولوا لها قولوها بكل صراحه اعاده ولاده المنظومه القديمه في شكل جديد لكن الناس قالت بس اليوم كيفاش باش نخرجوا من الازمه اليوم ممكن تكون دستوريه ولا سياسيه الاجابه من عندك بعد الفاصل الصغير انس بن مالك ضيفنا سيد رضا بالحاج تفضل سيد رضا مرحبا بيك. انت كنت رجل ثاني في في القصر وحتى بعض الدوائر السياسيه تقول اللي انت من بعد لا يرقد البيجي الاربعه والخمسه بتاع العشاء خاطر يرقد بكري انت رجل اول تولي في هذا <applause> هذا اللي مش اللي يقولوا وقت نفكروا <applause> 2015 كي يرقد البيجي يولي سي رضا بالحاج هو معناتها الرأي الرجل الاول في البلاد يزب كل شيء كل شيء يرجع سيد رضا الحاج سي رضا راهو العباد مع نيد تونس ومشات مع البيجي بعد اللي صار من 2011 و2013 ومشيت للفضاعات اللي صارت في الفتره هذيك وكانوا يأملوا باش انه النهضه ما ترجعش للحكم ما, ما تتسللش عن طريق هذه هي التحالفات السياسيه التي صارت وذاك الاحباط الكبير اللي صار العدد الكبير من التوانسه اللي دخرجوها من الباب دخلت لهم الخوخ والرئيس الراحل الله يرحمه البيجي قايد سبسي هو اللي اعطاه الامكانيه باش رجعت النهضة للحكم ورجعت هي اللي تحكم مش رجعت الحكم. مع يوسف الشيخ كانت هي التي تمسك بزمام الأمور. هي اللي نطق كل كيما اليوم هكا في في أوت في الصيف كان نفكروا التصويت على الأعضاء نتاع الحكومة، كانت النهضة هي اللي تتحكم في في في, في البلاد في التعيينات. اليوم لعبيت فرحانة على خاطر الرئيس قيس سعيد. ولو العمل اللي انت تعتبره انقلابي لكن فما زاد أسادة من القانون الدستوري اللي اللي يقولوا اللي, يقوله اللي يقوله شو هو تاويل متوسع وخطير لكن قراءه محتمله وقت يقولوا انقلاب نقولوا انقلاب وقت اللي خارج الدست... الدستور جمله ما فماش فصل يمنحك هذه التدابير الاستثنائيه هذه نقطة الاولى ويكون من خارج المنظومه لانه اللي يقولوا اللي, اللي عمل الانقلاب هو رئيس الجمهوريه نفسه دونك ما العباد اليوم تقول الباجي الله يرحمه كان ينجم يربحنا في خمس سنين ما ما نعيشوش العشر سنين هذا ما هيتي العشريه السوداء اللي خلات تونس في وضع اقتصادي واجتماعي وسياسي خايب هو شوف منون من كروش أنه الأخطاء وقعت والنداء اه ثم أخطاء كبيرة والأمال وحالة الأحباط اه وقعت بدرجة كبيرة والمسؤوليات مشتركة لكن بدرجات لكن اليوم صحيح آه المحبتين هذوما واللي معناها اللي آه لي ديسو من نداء ومن, ومن, ومن المنظومه لي اللي حكمت 14 19 عندهم امل كبيره لكن هو اختار وين انه الامل هذا الكل عطاوه لقيس سعيد ولكن قيس سعيد إذا كان قعد النداء أربع سنوات ولا خمسة باش ما وعدش الوعود هذه الأمل اللي أعطاه ل... ل... القيس سعيد راهو شهر شهرين وما هوش قادر يحقق منه الكثير لأنه هذا شد عام لا أما الأمل الكبير لا آه سفيان قبل بشهر اهبط باع اسمه عبد المكي في نسبه الثقه فاتو رجع بهذا بدفعه الامل اللي, اللي بعثها في غياب الـ 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 الامكانيات نتاع البلاد في غياب الدعم الدولي في غياب الـ الـ هو دعم دولي تو دعم في عديد من كانت الاطراف حب كانت حب ومراهنه على نجاح التجربه هذه اللي بعد 25 شويه من دول واسدة الدعم الدولي اللي به الفائده مساند الانتقال الديمقراطي والرجوع الى الشرعيه واضح تحكي على امريكا وبريطانيا وفرنسا اللي بيهم الفائده واللي 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 واكبوا وصاحبوا الانتقال الديمقراطي من 2011 لليوم ما همش قابلين باش 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 تنتهك الشرعية. كيفية العودة إلى الشرعية كما سميت سيري دابل الحاج فما برشا سيناريوهات محتملة اليوم ينجم يكون هذا عبر حل البرلمان الحالي المرور إلى استفتاء وانتخابات مبكرة كما يدعو ليه سيد احمد نجيب الشابي وغيره حتى كما سي عماد بن حليمه شويه فما زاد السيناريو الاخر انه يتم ولا تم محاسبه من هم اليوم في البرلمان وعليهم قضايا ثم يعود البرلمان بانتخابات جزئيه ولا حتى بالرقم المصغر هذاك علاش لا يقول البعض وفما الطريقه الثالثه واللي هي ممكن اليوم تبان بعيده شويه معناتها على مستوى السياسي انه الرئيس يمر تقريبا هل, هل الاجراءات الاستثنائيه على طيله السنه القادمه وهكا يقعد يخدم حتى لين تصير انتخابات عامة في البلاد انتخابات عامة يعني رئاسية وتشريعية وحتى كنزم بلدية هو رأي الخاص وهنا ما نتفقش مع سي نجيب في الموضوع هذا إلا الرجوع الشرعية ثم سيناريوهات بالنسبة للمحاسبة كلنا متفقين اللي عنده قضية هذا كبين وبين يلزم يتقاضى في المحكمة وينكم وقتها من 2015 كانت تحبوا العباد تحاسب تعاليكم عليكم انتم سفيان توبال مثلا يا يه... وين ما عمل شيء وحافظ قايد سبسي هاو توا اذا عنده قضيه مش ما... هارب شو ما إذا قضية. كان عنده عنده ما عندوش قضايا عندو. انا أقول لك ما عندوش قضايا اللي إيه اللي عندهم نواب قضايا وهوك المحكمه محلوله ولا حتى التتبعات اللي ريناهم اليوم م. واللي توقفوا في السجن ما همش الفاسدين ياسين العياري معناها بور دي حكايه معناها تصريحات تدوينات فهمتني اغلبها التدوينه حادثه المطار فيها ما تدوينة انا حربت معناها تتبعات ضد رموز اللي تحكي عليها معروفه تيلت من من 14 للتو في في البرلمان هي مشكله القضاء اه مشكلة القضاء القضاء مش في عطلة لا, لا لا مش نظاف مشكلة القضاء هذيك اي مشكلة القضاء أي. لكن كيف يقول هو راني نوقف الفاسدين ونعمل ونعمل سواء الاقامات الجبرية ولا التتبعات كان و... جاء انقلاب كما راهو موقفين الكل ما هذيك مشكلة اخر <applause> مش <فريقوش> تقولوا <تخلوله تصفيق> لانه لانه خاطر هو فما قانون الانقلاب ما مح حسمش امره في الاربع التردد خلاه يمشي في طريق لا استنسنا ايه. بالانقلابات العربيه ايه. المعروفه <applause> تعك تعك اهبط عليه علي بالسيف اه. كي جانا انقلاب ناعم حسب رايكم انتم وليتوا تقولوا تي مش باش ينجح ايه. <applause> اه تحبوه يا يا ما ينجحش هو هذا اش قال في, <applause> في <شوف تصفيق> البيان من عباره بيان رقم واحد لكن ما مشاش في لي كونسيكونس نتاع بيان رقم واحد دونك خلق الروح وتعثرات وبعد التردد اللي باش يؤدي كما قلت لك بالوقت الى التراجع نرجع لك للرجوع للشرعيه بالنسبه لي انا البرلمان الفاسدين متفقين بالنسبه للتقرير نتاع الكور دي كونت اذا كان خاطر في المخطط بتاع اطراف كيما التيار والشعب يحبوا لانه راهو النواب الكل يحبوا يقعدوا نواب يكذب عليك اللي يقول لك من الشعب للتيار الكل لكن ولاو يشوفوا في كونستركسيون شكون يقعد ونتخلصوا من الاخرين نشوفوا الكور دي كونت التقرير نتاعها باش نرتاحوا من نهضه وقلب تونس ونقعدوا احنا هذايا مدام سامي عبو ومد وحركه الشعب هذا شو يقول وقالوا لي وقالوا سيلوجيك. مع حل البرلمان اذا التزم الامر لا, لا, البارح سامي عبو هذا يش تقول لك تقول لك طبق التقرير نتاع الكور دي كونت وخرج الارض الكور دي كونت ماهيش آه معنا بالتقرير الاولي هذاك يلزم احكام ويلزم كذا ويلزم نحترموا القانون اذا كان الكور دي كونت مشيت بعد الدور الاول والاستئناف في الكور دي كونت وحكمت اما السيري خلي نكمل الشرعيه بحب. بحب. رجوع البرلمان بالنسبه لي اساسي في, في العمليه في في بحب. انقاذ الشرعيه اللي تحكي عليها القانون نتاع لجنه الانتخابات يعني. نجم تاخذ التقرير الاولي على كل كونت وهي عندها السلطه التقديريه باش تحلهم لكن فات وقت هذاك عندها التصريح اللي بالنتائج عندها التصريح بنتائج, بنتائج. سفيان معاك ما عادش تو ترجع اللي يجي النهضه لا سول <applause> اللي تنجم تو هي لاكور دي كونت مش بالتقرير الاولي بال بالقرارات القضائيه اللي تنجم تصدرها في المستقبل دونك اما بال... الشرعيه اللي تحكي عليها انت باش ترجعنا النفس اللي كنا فيه ال اللي معناها هاو تشوفوا تقرير كور دي كونت ما تطبق فيه حتى شيء حتى الجزيري اللي فما اجماع اللي بالاذاعه نتاعو 24 سور 24 يعني في حمله انتخابيه معناها رجعته معناها حتى يليو نيزيتاسيون طاحت القائمة معناها إذا نرجع للشرعية باللزوتي اللي عنا بالوسائل اللي عنا قضائية باش نعاود نتيحه أيه. في نفس المرازم آه اللي هو الترجمة نتاعو الركيكة منظومة الفشل اللي الشعب التونسي في بعض ما مش قابلها سي مالك وسي حاتم ب... ثم قانون ولا اما نمشيو بالقانون ولا نخرجوا من القانون كان اتفقنا باش بيشنخ... انا فما تدابير استثنائيه اليوم و... يقوم بها رئيس الجمهوريه تدابير معروفه ومع... و... والقضاء معترف به شوف تدابير معروفه سواء في الفصل 80 ولا حتى توا اليوم قريت مقال انه سبير من شارل دوغول سيبا لا ميم كا مشى في وضعيه في الفصل 16 من الكونستيسيون واحترم الدستور وحتى الاستفتاء ينص عليه الدستور نتاع الجمهوريه الرابعه ماهوش لو ميم كا احنا توا اون دو يا نحكيو في تطبيق القانون في المنظومه ولو يلزم نقبلوا راهو الانتقال الديمقراطي يعطيك في سنوات ناس ما تقبلهاش يعطيك تعثرات لكن اذا تقول نرجعوا ما في طريق صحيح اي نعاودوا من الاول هنا الخطر ذا و... راك تعتبر اللي صار 10 سنين تعثرات راهو هذا الاختيار راهو لا ماهوش تعثرات فشل مطلق إيه؟ رو هذا التقييم راهو راه وسي نجيب كي نسمع وسي نجيب زاد كاين معناتها مع احترامنا 25000 مع احترامنا 25000 وفد خليني من عشرة سنين سي نجيب راهو مش مستعد للاجتماعي راهو فشل ذريع 25000 وفات سيريدا سيريدا باش نعطيك رقم نعرف اللي ساعات واحد في السياسه وتعرف انت في القوقعه هذيك ساعات واحد يتقوقع للاسف ما نحكيش عليك انت بالذات لو نحكي على طبقه كامله من الحاكم من الحاكمين نخلطوا لدرجه اللي ساعات نوليو ما عادش نخزروا للشعب فاش قاعد يعيش ويعاني ويقاسي هذا يصير وهذا اللي ممكن صار في الفترة الأخرى لكن كي بعض الأرقام اللي هي مؤشرات حياتية نفهموا لي الوضع راهو ما مسألة خذوهات وطبق القانون بحذافيره وحرفيا لا لا نحكيه على تغيير جذري للأوضاع 25 ألف وفاة على 12 مليون ساكن في بلاد تعد أكبر المخابر الصيدلية في العالم العربي في إفريقيا نحكيه معنا على ناس تثبت بطريقة سياسية ولا باعتبارات أخرى في مقتل 25 ألف شخص نحكيه على منظومة انهارت وقت اللي نحن كان عن الحل بين يدينا وقت اللي نحكيه على هذا راهو الاعتبارات ممكن السياسية اليوم تسقط تقولي خارج الدستور وهذا رأيك ويحترم جدا وانت قانونجي وتفهم خير مني بلفمر لكن يقولك من من انفاس ما تم امامك فما اشخاص تقول راهو فما تاويل اخر حاجه بركه مفصليه هوني نحب نطرحها عليك وقول لي هل انت التقت اللحظه الشعبيه اللي صارت يوم 25 هل فهمت الغضب الشعبي اللي ظهر اللي يمشي على الاخضر واليابس هل انت في تلاحم ولا في تجانس ولا أنا في, كنت في تناغم معه وولتوا الكل والكل نفاقين انه من قبل ثم معناها مالاز كبير في 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 الشعب وثم انسداد ولا ولا حتى المستوى العيش معناها بالعين المجرده المواطن التونسي معناها ليه نحن ما نعيشوش الكل صريحين ليه لا هل الميساج هل 17000 واحد نحن مش باش يقلقنا في الدائره هذه لكن الشعب يقلقوا لو ميساج كلير 25 لكن التمشي خارج الدستور انا نعطيك سؤال به توا في بلاصتو تعمل أه بلد. في بلاصتو واش تعمل عطينا حاجه بسيطه انت ما رئيس جمهوريه بلاستو. وانت شاهد على أنا الوضع هذا. شنو هو اللي تفعل شنو هو اللي تعمل اللي الحوار انت في مازق أو انا باش نمشي معاك مسكنات براح براح سيري ذهب ربي مسكنات كيما قالوا كيما قالوا الخروج من الازمه قالوا انا ازمه عايش خويا والله التونسي هكا قاعدين يجيبوا تقولوا لازمنا, ويه لازمنا ويه خريطه طريق للخروج من الازمه جاوب واحد تونسي والله يعجبني برشا في لي كومونتير يا خويا قالوا على ازمة تحكي الحوار للخروج من ماذا؟ الشعب راهو داعم القرارات 90% بالمئة ما حدثش هذا من من 56 90% في جماعتين ينجم يتبدل وسيف لوكتيون وراه 90% نحكيو على اجماع كامل وتام سيدي الكريم اليوم ما تمشي نستفتاء نسترجع القراءة قداش صار في الانتخابات الانتخابات كيفاش قداش قداش الاقبال اكثر من لما التلقيح صار 4 ملايين في نهار معناها هذاك هذيك على الثوره آه مش بقل. على الباجي وغيره ولا يرجع شوف هذاك على الثوره التونسيه بمعاييرها الإنسانية يعني الكونية يعني نحن, بش... نحن نحب نحافظوا على الديمقراطية والحرية وهذا حتى حد راه باش يتراجع عليه أه. وسفيان هاكا مسكين يبرح من 25 وهوني كل يوم يا جماعة والله لنا ناسين والناس الكل حاتم ما نحكيوش عددك صباح وليل وهوني مرابطون هذاك ناس خلينا ساكتين أنا وياك أما السيدي ذا راهو لازم نفهموا بالحق اليوم فما إجماع على أنه باستا انتهى بي. خليني نعطيك نمشي في السيناريو نتاعك نهار لو تريس اوت باش يختار ما هو امراه ولا راجل رئيس حكومه مكلف بتسيير الحكومه. هل تحكي على معلومه ولا تخمينات؟ و... <applause> <applause> سميت... لا سمعتكم بكري تحكيو. لا يقول ان شاء الله وكا... ما نمشيوش في الرمزيات هذه البدور ما هي. سميتوش ما سميتوش ما سمعت النقاش ال... ال... وسامع به انا ورب وفي جزء كبير من ما... الصحه اللي المبدئين هذاك اللي اللي باش يقع باش تتعمل حكومه ما عندها حتى سند سياسي وبرلمان مسكر هي هذه باش تحسن وضع الشعب انا يعني نقول لك في اربع شهور باش تزيدوا نغرقوا هذه انت تعرف لفميش قتلك قتلك جيبوا لي اتفاق مصحين فيه الكل بعد حوار شامل بين الاطراف الاجتماعيه والسياسيه ومبارك معنى مصادقه البرلمان تعرف انت اللي حكومه ماهيش مصادق عليها البرلمان عباره واحد ماشي بلاش توكيل باش يبيع ارض لا تقبلوا لا لافامي لا تقبلوا كذا به الشهر الجاي وجات بالزهر جاتنا كده 700 مليار نتاع نتاع لافامي اللي عطاوها البلدان الفقيره اي وبعد شنو بالطريقه هذه معناها هي تخميره شنو باش تعمل بعد في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر انتي كي كي باش تطيح البرلمان وباش تعمل حكومه معلقه واحد شنو باش تجيب للشعب انتخابات مبكرة استفتاء أنت على نظام الحكم انت الناس مش جوع توا الناس فرحانة جمعة هذه لكن انت في اكتوبر وفي نوفمبر وفي ديسمبر البلاد تعاني عجز هيكلي وطالب شكون متسبب فيه العجز الهيكلي هذا؟ خليني نكمل لك اسباب طب العشر سنين هذا من, من عشرين سنة لل... لا عش... لا سامحني برينسيبالمون عشرة سنين هذا هما اللي تسببوا في الكارثة هذه اللي وعدوا اللي. إلى دولة على حافه الافلاس خليني الاسباب كبيره متاع لكن موجود مشكل هيكلي متاع عمليه عموميه واقتصاديه ما ينجم لا اشقائنا في في الخليج يعاونونا فيها لان امور هيكليه ينجم يعاونك شهري شهر وتقف غادي ما تنجم تلقفك وتمنعك باش ترجع العجلة الاقتصادية شيئا فشيئا كان المؤسسات المالية العمومية المؤسسات المالية العمومية المالية الدولية الكل قتلك بما فيهم حتى الترقيم السيادي قال لك رجع برلمانك وجيب لي حكومة معناه ان نلقاو حل باش نزيدوا ندينه سي لا لا ما ندخلوش في هذاك آه خاطر شنو اللي باش تمنعنا الحكومه ثم حكومه ومصدق عليها البرلمان وثم نقاش مع الاتحاد والوتيكات نجم تقنع لافامي انت ببرنامج المقارنه لا تجوز لكن مش نعطيك مثال معاكس سيد رضا بالحاج هي وسيسي والسيسي هو مش استفرد بها وانفرد او كشب لخلين، نقولوا في التونسي اي هاك تشوف الوضع المصري كرواسونس بريسك دو شيفر مازال بالمئة وطالعه وما يبني في 6000 أه مدينه جديده وضع شوف سمح وهو كان فرد وحل مش للبرلمان حطهم في الحبس خرج أيه. قرار تو من اسبوعين ومش موافقينه راه اما امورهم الداخليه الشان المصري الداخلي ما ندخلوش فيه هو ثم ناس امور واضحه التجربه المصريه وما تعرفش التجربه المصرية. من اراد استنساخ التجربه المصريه من اللي خمم في هذا نحكي على رئيس منتخب من قبل بريس 3 مليون تونسي عنده مصر. اكبر شرعيه واليوم عنده المشروعيه الشعبيه مشروعيه الشارع في اطراف لكن هاو نفهم مصر اولا موقعها بجنب اسرائيل جيو هل... استراتيجي بتفهم لا علينا فيه ثانيا وقعت في امن بق... في مصر زرف من واحد. امن اسرائيل والعكس مصر ما فيهاش مجتمع مدني كما في تونس ما فيهاش مثقفين كما في تونس ما عملتش 10 سنين بناء مؤسسات وجل المجتمع المدني لحد مصر هكا مثقفين مصر, مصر لا 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 ما فيهاش السنتور نتاع المجتمع المدني معناتها المجتمع المثقفين مثقفين عندها ما م... عندناش في تونس جمال 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 واضح مجتمع مدني دونك التجربه المصريه التجربه المصريه ما 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 صاحبتهاش القوى الدوليه كنمط ديمقراطي باش في المنطقه وبالتالي <تصفيق> <تصفيق> استنساخ التجربة المصرية حتى جزئيا ما صحيح في تونس على سبيل الذكر فقط نذكره اللي المجتمع المدني التونسي في مغلبه ما في أغلبه الحقيقة مساند قرارات الرئيس طبعا مع التعديلات شكونهم هم الاتحاد العام التونسي للشغل أساسا الاتحاد الفلاحين اتحاد المرأة أه وبعض, كان وبعض كان الجمعية كان الكبرى طبعا مساند. طبعا الناس كل تحب على خريطة الطريق آه. لكن آه. تحدث تيب. على تصحيح مسار سي, سي سامي سامي الطهري كان في مكانك تو من اسبوع اسكو ايزون شوا اسكو ايزون شوا زاده؟ نو با الشوا ما نعرفش لكن اللي... اللي في القلب في القلب اللي في القلب اكيد ومش في خلاها وهي قلبه بقلبه زاد متفاهمين؟ معناها سفيان توا هما يعبروا واحنا نلوجوا في القلب ما هو اللي قالوا يعبروا فهمت زيادة قالوا يتحاسب وزاد بربي توضيح ما نحبش زاد خاطر السيناريو المصري عسكري آه اللي المدن اللي تتبنى كلهم شركات عسكريه وهما اللي غوصوا بالكدا والشعب قاعدين كل يوم يزيدوه الرغيف من 8 جنيه ذا اللي زاد زاد بالعشرين الليسانس كل جمعه كل جمعتين ثلاثه يتزيد يزيد. أيدي. دونك فما زيادات كبيره ويمكن الانفجار فيكون يكون في المنطقه في بلاد كيما هكاكا نكون نحن نراو الفترينه مزيانه ومزيانه مازال اون بلوس بيان يتبيع مليح مصر كما وقت لي حاركو الموميا وكل والفلكلور اللي تعمل وكل شيء لكن في الباطن وهي يقعد شان مصري في الباطن ما نعرفوش نحكيو بالطبيعه هوني أيه في المقارنه بيصير. على مستوى الدعم الدولي قلنا هو وقت اللي عمل أيه له انقلاب أيه. عسكري شامل يا. الدعم الدولي قعد وموجود وروسيا وامريكا يتعاركوا شكون شي يبيع لمصر فرنسا دخلت على الخط والناس الكل تساند فيه خلينا احنا من بانقلاب انقلاب نحكيو على تصحيح مسار مصف. شكون قال مش نحن مازلنا الواقع مانيش قابلين فكره كل بلاد تضرب على درابوها وهو كذلك نحن كل بلاد عندها مصلحتها اخي ما كانوش لو ميراكل وقت اللي جا قابل بن علي يا اخي ميتيرون سيت واش قال يا اخي ساركوزي يا اخي كانوا باش لكن قال جوسبان ما تنساوش كل واحد ومصلحته نرجعوا كذلك للعقل التونسي من جديد ومع سيدي الحاج سياسي محنك سياسي على امتداد سنوات من المعارضه الى الحكم اليوم في المعارضه من جديد ورايك بيان سور نعتبروه ناخذوا به سيدي قلنتي تقول انت لو تواصل الوضع على ما هو عليه راهو باش توقف الزنقه للهارب وممكن حتى توانسة تجوع والدعم الدولي راهو ينقص حتى لين يندثر فقط انت في السيناريوهات المقترحه تقول مع ارجع البرلمان في شكله الحالي لا في كيفش؟ انا الازمه متفق معاكم فيها لكن ارجاع الشرعيه يتم ما ماهيش سهله وصلنا الأزمة يرجع بالحوار بين الاطراف والاشخاص كونهم الاطراف سيدي حركه النهضه معناتها اليوم ليش الاطراف خليني نكمل ما تنجمش تحل المشكل اليوم بدون فتح حوار بين الاطراف اللي تساهم في في في, حل المشكل اللي هما اللي هما خلي نفهموا المستمعين فكرة الوطنيه والبرلمان لوتيكا والاتحاد ديجا اول سامحني رضا أه ما عندكش انطباع اللي انت تحكي في شيء خارج تماما عن النسق الفكري نتاع رئيس الجمهوريه نعرف نعرف هي ما مقترح مقترح يتباشر آه ممكن ممكن <تكلم> يتطبق آه في الظروف اللي تعرفها باش يتطبق في تقديري باش تقعد الازمه مده ولكن في الاخر باش تجي للحل التوافقي ما ثماش تونس ديما في المنعرجات في الاخر يقع حل توافق بين الاطراف بين شكون شكون سيدي ذا بين أنا هو قيس عيد صحيح مش يصير توافق قيس عيد صعيد نعرفوه قيس عيد نعرفوه البرلمان ما تنجمش تتجاهل برلمان منتخب باش تقول له برا روح باهي هذي... رئيس رئيس شكون البرلمان. البرلمان من يمثل البرلمان رئيس الغنوش شكون قال لك ينجم ينجم يجتمع ويبدل الج... الغنوشي علاش نشدوا في الغنوش وشنو هو الضمانات اللي عندك باش يجتمع اليوم نحن المجلس باش يحافظ على تركيبه جديده مؤسسه منتخبه كيما رئيس الجمهوريه نحترم معناها حتى لين يكمل الموندا تاعو هو رئيس الجمهوريه ما تنجمش تقول له اخرج تو كيما برلمان لا نجم لا لا, لا, لا لا نجم صح البرلمان ينجم يعزل البرلمان حاجه نجم يعزل لا لا اه الاعفاء بمقتضى القانون اه اه معناه الدستور اه اما ما تنجمش انت في الشارع تجي تقول لا سي فلان سي قيس سعيد لا نجم الشارع يخرج كان آه كان ضد رئيس الجمهوريه والبرلمان هو اللي يعزل رئيس الجمهوريه إيه معناتها ريت ريت الشارع ريت الشارع هو اللي يحدد نبذ السياسه راه مش الفوق راه مش السياسيين يخموا يقعدوا بعضهم ويحكيوا وبعد يهبطوا الشارع هذاك علاش نجح قيس عيد في تمرير قرارات 25 جويلية على خاطر كان الشعب فد سيء ما عادش يزي 10 سنين من الحكم هذا والمعالجه الاخرانيه نتاع 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 جائحه نتاع الكورونا اللي اللي هذيك اللي زادت التين بله معناتها اللي القطره اللي فات الكاس الشعب ما عادش علشان علاش نجح قيس سعيد وذاك علاش الباجي قايد سبسي الله يرحمه ما ما كانش ينجم يعمل اللي عمله قيس سعيد لانه ظروف مختلفه اما سي سيري تقييم تجربه الباجي 10 سنوات اخرين تو نشوفوا تو شكون آه اللي التاريخ شكون اللي طيح البلاد وشكون اللي انقذ الانتقالات انت عندك من نوسيون دو في تون سفيان بن حميد معناها 10 سنوات <applause> <حوية> في عقلك <applause> حاجه حاجه اخرى اللي المنظومه الحزبيه المنظومه المنظومه المنظ... <applause> الحزبيه انا <applause> يعني وليت <تكرم> وريني وجه سفيان بن حميد في اللحظه هذه ارجوكم ارجوكم المنظومه الحزبيه اللي هو يعتبرها مش ناجحه السيد المخرج بالضبط شكرا لك إيمان ووئام وكل الفريق وائل في الاخراجات محمد زد المنظومه الحزبيه اللي الرئيس ومش رئيس برك برشا عبيد ما عادش يلقاو تمثيليه في الاحزاب فما برشا عباد تعرفش شكون تنتخب ولينا ننتخبوا باغ ديفو أنتي انت, انت معناها المثال اللي ينجم يكون مثال يدرس يدرس لفشل المنظومه الحزبيه في في تململك مره مع ده بعدش خرجت بعدش السطو اللي صار بعدش عملت واخيرا ترقى روحك في حزب يمكن من البدايه 2011 ما كنتش ترى روحك معهم دونك هل نحن فاشلين ولا المنظومه بيدها فاشله؟ شوف تو انت اللي تحب شويه تجاوب <تزيلش> اولا تلميذ سفيان وانا شاركت في الانتخاب الديمقراطي وعندي دور <applause> من 2011 <الفين وحليش تصفيق> الميكرو <اللي هو> <applause> من فضلك الموضوع ما نتيحلكش بالميكرو سيدي دونك وتحولت في نفس العائله نتاع النداء وعندي ابار ما ينجم ينكروا لا انت لا غيرك في الـ في, في العشرة وهو كذلك اسمها يا بالحاج حاتم معناها وهو كذلك ونقول لك حاجه من غير احزاب ما ثمش ديمقراطيه هي دي ما و... يلزم قي... تكون احزاب بصراحه امل الحزب يا سيدي باش حزب <تصفيق> <تصفيق> باش حزب إيه؟ لا ليش تقصد لحظه معناها مازال ما تشكلش سفيان <applause> سفيان ساهل راهو كرونيكار يبدا يحكم <applause> حزب بثلاث حروف زاد شنو يا إيه سي ومحترم وكل لكن ما عندكش شنو شنو حزب حزب ينجم في في في, في جماعتين يقع تجميع احزاب ويدخلوا الانتخابات متنجمش اليوم منظومه منظومه سياسيه من غير احزاب وسمحني سيدي باش تجي الانتخابات باش تلقى النهضه ما واني وانا لك وتنجم تكون وحد لا قال و... النهضه ستندثر ال... وحد لا قالوا بالعكس هذا راهو اونتي انتخابات حد... البلديه عام 23 باش تعاود تلقى حد لا قال هذا لكن النهضه بحكم انفرادي منذ دا. 40 سنه داخلي يا سيدي الكريم وبتنقيح وتغييرات القانون الداخلي والنظام الداخلي حتى النهضويين راهو ما بينهم انتفضوا عليه الشيء هذا اما اللي المال يتحكم في العقال دونك توا خلي نصلحوا البلاد وبالك كلامك يحق لكن هو واش قاعد يخلط لنا قاعده تسوق للاسوء الوضع مش موجود الاحزاب هيك موجوده قاعده تنشط صحيح برلمان محكي. مجمد على مده شهر قد يتم التجديد فهالمده هذه الاستثنائيه لكن هذا لا يعني انه يرجع البرلمان في نفس الحله متفقين بالتجديد الجزئي بالتجديد الكلي هذا بعد يتحاوروا فيه كما تفضلت انت يرجع كما هو كما لكن انه المنظومه فشلت وسقطت وتعفنت ومرضت وراهو كونسير وسيدا واللي تحبوا اللطف عليكم راهو هذا سيء عليه اجماع راهو رجعت العجله بالتوالي صدقني انا واحد من الناس نهجر منها نهج منها <applause> من هالبلد والله نهجر منه مهما كانت إلا وجهه زيده علاش تتصدم في شهرين اخرين ليه ما تصدمش ليه ليه باش نحافظوا على الديمقراطيه والحريه يعي يعي اما كفانا عفن يا اخي يعي يعي لقد بلغ العفن وبدأ امشي لمصر والله وين تحب يا حاج قص لي واني ماشي <applause> والحوار ما يدويش الكونسير الحوار ما يداويش اكيد باش نرجعوا للطاوله كلامه ألف بالمية صحيح هو عنده الواقعيه المطلقه سي رضا في الطرح نتاعو السياسي هذا ما فيه شك ويعرف التوازنات الدوليه وهذا ما فيه شك لكن الدول الخارجيه العظمى زاد راهي زاد تشوف شنو نبض الشارع نبض الراي العام وشنو يحب الشعب كي تشوفك انت عندك المشروعيه الكبرى سفيان خليك تكمل تفضل المشكلة المشكلة نجم يكون تحليلك موضوعي ورزين لكن لكن انت رجل سياسه مطالب بالنتائج والنتائج هذه مبنيه على تمثل او انطباع اليوم التمثل ليك للم... للطبقه السياسيه هو تمثل سيء جدا أه نقول لك اكثر من هك أه اليوم فما هو هو سحيقه ما بين المجتمع السياسي والمواطن التونسي الى درجة انه الشيء اللي تعتبروه انتوما اساسي ومهم اه اه اك الشكليات الديمقراطية <تصفيق> <ومعليه> <تصفيق> هو تجاوزو لانه وقعه اللي هو يحس به اكثر من غيره اه اه ما فيهش الهوس هذا واقعو صحيح. واقعو بلو وقعوا في المالي ما يلقاهش في الـ في, الـ في, الـ في, الجاز في 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 الغاز في ما ما تعطيوش إجابات لهذا وهذا يا هو سفيان أنه كما قلت لك الأمل اللي اللي لهم نقول لك أنا قيس سعيد م. شهرين ثلاثة كيف كيف الـ 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 الاحباط والديسبسيون من الطبقه السياسيه اللي عجزت لاسباب باش تحقق معناها للطبقات هذيك كيف 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 تعطيها اوهام اوهام هي ما طلبتهمش عطاها من اكثر حتى من اللي من اللي طالبه انت غير قادر على 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 تحقيقها نفس الشيء باش يقع مي بي بي في وقت اقصر بكثير من اللي وقع مع الطبقه السياسيه ما بعدش الاوهام تتقلب كراهيه اللحظه آه كما خطان متوازيين قعدت في الـ في, في الذاكره الشعبيه راهي معناها حاجه قويه أيوة. وبعدين شرينا العكس على ذيك صار انفصام حتى في الشخصيه السياسيه شكرا لكم يا جماعه في نجح في الاختبار الاول نهار 8 اوت اي اختبار الاولاني نتاع التلقيح بالضبط نهار نجح فيه الاختبار الأول هذيك الاداره التونسيه راه شوف شكون نجح تخدم الاداره كل <applause> لو... عندنا اداره كبيره وين وين الحمد لله اما قبل ما تبلوها فتقوها بركوها تشوف الاسباب ما نحبوش ندخل نهار العيش ما نحبوش ليه. ليه. نحن نحبوا بالعكس ايه. الاسباب <applause> الساعه وقت جا الفاكسان شكون تسبب في تاخير الفاكسان الاضطراب في الحكومات الناس ما امنتش نجم اللي نجموا نجيبوا فاكسان هذا يا سيدي اللي نحكي لك فيه راهو هذا اللي الكارثه راهو وصلنا انه عندنا رئيس حكومه ما يامنش اللي نجموا نجيبوا فاكسان وصلنا عندنا وزراء ما يخليوش رجال الاعمال اللي عندهم مخابر عندهم مخابر ما حبتش تعملوش من الاول كانوا ينجموا يعملوا لي كوموند وقت اللي خرجتك ال 95 يعطيكم الف صحه يا جماعه وشكرا على الحضور حاتم بالحاج سفيان بن حميده انس بن مالك محمد المرزوقي كذلك على الديجيتال شكرا لكم وبالحق من القلب تحيه كبيره لكم شكرا سيدي بالحاج كون ضيفنا يعطيك الصحه كل التوفيق وكل الامل لكم ان شاء الله ان شاء الله يرجع فيكم الامل شكراً شكراً شويه الأمل. ان تقربوا الامل وعسل تاع لا انت هذا امل وعمل يلا شكرا عليكم تحية في الإخراج احلام العبد اللي وكذلك وطبعا سليم الهمامي في الإعداد تحية كبيرة لكم وشكرا للسادة المستمعين كنت رافقتكم الحقيقة من بداية شهر جويلة في تعويض خاص الخلود من ثم رافقناكم في البرمجة الخاصة كنت سعيد جدا بملاقاتكم من جديد اليوم ما ينتهي المشوار من جديد في البرمجه هذه الخاصه وانا نقول لكم باي باي لانه الحقيقه باش نغادر المده هذه طبعا لونتين وممكن نتقابلوا في لحظات وفي ان شاء الله ان شاء الله لحظات هكا ملحميه علاش لا كلها ديمقراطيه وحريه نوعدكم ان شاء الله تكونوا بالف خير استحفظوا على روحكم استحفظوا على تونس الامل قائم الكل راهو يد واحده النجم نتجاوزوهم هذوما الكل هل زعما المشاكل واللي زوبستاكل والعتبات وغيره 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 ما يصعب شيء على شعب موحد خاصة بالعقل التونسي وبالاستثناء التونسي نمنو برويحنا واكيد اكيد برلمان البر متاع الامان خالطين له وحدة وحدة شكرا من جديد ومن الاعماق خليكم مع شيمة اخبار الطقس وتنبيه وزارة الصحة هاو تقراه لكم من جديد خذوا حذركم المطلق هذا اليوم درجات الحراره راهي اللطف بيبان جهنم محلوله دونك ردوا بالكم على روحكم وردوا بالكم على تونس نهاركم طيب خلود بعد لحظات في 90 دقيقه